شيخ محمود، اتفضل يا شيخ. كلمنا عن نور حضرة النبي ونور الصحبة، واحنا في صحبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسمع كمان حاجة تكتر الصحبة. ايه؟ لولاك يا زين. يا سلام، حلو قوي لولاك. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم ولا شجاني وميض برق بناقر دف وصوت عودي اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم فيا ليالي الهنا علينا عودي لي خضر منك عودي اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم. الله يزيدك نور وبركة زي ما بتفرحنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.